عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. دشن مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع شركة بنفت رسميا نظام التحويلات المالية الإلكتروني، والذي يربط جميع البنوك التجارية في المملكة بحيث يضمن رفع كفاءة عمليات التحويلات وتحسين فعالية المدفوعات المالية. وسيستفيد من هذا المشروع الحيوي جميع عملاء البنوك التجارية في المملكة، إضافة إلى المؤسسات العامة والخاصة المصدرة للفواتير، بحيث تقدم هذه الخدمات لجميع عملاء البنوك عبر قنوات الاتصالات المختلفة، سواء كانت فروعا أم عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف النقال البنكية. هو في ثلاث فئات، طبعا الفئة الأولى اللي هي فوري بلس، هذه طبعا الخدمة هذه لتحويل الأموال إلكترونيا في غضون 30 ثانية، وطبعا المبالغ اللي تصير من 1000 دينار وأقل. وفي الخدمة الثانية اللي هو فوري، حق المبالغ اللي تكون من 1000 دينار وفما فوق، تقريبا يعني نتكلم التحويل راح يصير مرتين في اليوم. أما الخدمة الثالثة فهي فواتير. أقفل مؤشر البحرين العام بانخفاض بلغ نقطة ونصف النقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 771,488 سهما بقيمة إجمالية قدرها 139,312 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 32 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة ما نسبته 43.03% من القيمة الإجمالية للأسهم.